بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات بذكر حقيقته، أو شهادة أربعة رجال أحرار العلوم يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يثبت حد الزنا إلا بأحد أمرين. أمر الأول الإقرار، يعني اعترف الزاني رجلا أو امرأة أنه زنى ويكرر ذلك أربع مرات في عدة مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الزنا. لا يكفي أن يقول زنيت أو فعلت الفاحشة، لا بد أن يصرح بصفة فعله، لأن الزنا يحتمل عدة معاني. ربما يعتقد أنه فعل فعلا يعتبر موجبا للحد، وهو ليس كذلك. فلا بد أن يصرح ويصف ما فعل حقيقة في كل مرة، ولا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. فإن رجع عن إقراره فإنه يترك. لأن ماعزا والغامدية رضي الله عنهما اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهما، فلما تبين أنهما بحالة عقلية جيدة حينئذ أمر بإقامة الحد عليهما لانتفاء الاحتمالات. ما دام يوجد احتمال فإنه لا يقام الحد حتى تنتفي جميع الاحتمالات، ولا يبقى إلا حقيقة الفعلة الشنعاء. الشيء الثاني الشهادة، ونصاب الشهادة في الزنا أربعة شهود. ما يكفي شاهدان، بل لا بد من أربعة شهود، وذلك لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. قال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ويشترط بالشهود أولا أن يكونوا عدولا، فلا يكون فيهم فاسق أو مجروح، أن يكونوا أحرارا فلا يكون فيهم رقيق، أن يصفوا الزنا الذي شهدوا عليه بما يبين حقيقته، ولا يكفي أن يقولوا رأيناه يزني بها أو رأيناه يفعل بها الفاحشة، بل لا بد أن يصرحا بصفة الفعل الذي رأوه عليها. وأن تكون شهادتهم في مجلس واحد، أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، فلو انتهى المجلس ولم يتكامل عدد الأربعة فإن الباقين يحدون، يقام عليهم حد القذف.
لو جاء ثلاثة وشهدوا وانتهى مجلس القضاء ولم يأتي الرابع وجب عليهم حد القذف. إذا لم يأتي الرابعون في المجلس يقام حد القذف على الثلاثة. وكذلك لا بد أن يتفقوا على زنا واحد، على زنا واحد، ما يقول واحد منهم رأيته يزني يوم كذا والثاني يقول رأيته يوم كذا والثالث يقول في مكان كذا والرابع يقول في مكان كذا، ما يصلح. لا بد أن يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمان واحد، فإن اختلفت شهادتهم وجب الحد عليهم، وذلك لأن الله يريد الستر على المسلم، يريد الستر على المسلم حيث لا يبقى أي احتمال، فإذا لم يبقى أي احتمال يقام الحد، أما ما دام يوجد أي احتمال فإنه لا يقام الحد لأن الستر مطلوب. وهذه أعراض، هذه أعراض إذا خدشت أول مرة ضاعت، ولا يكفي أنه يضيع عرض الواحد بل يضيع عرض الأسرة كلها إذا زنى واحد منهم أو امرأة منهم، صارت الأسرة كلها عند الناس ما هي مقبولة. الأمر خطير جدا، ولهذا يقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجب أن الفاحشة أنها تضايق إلى أقصى حد ولا تشاع من أجل الحفاظ على أعراض الناس. فلا بد من طرق، هذا مما يدل على أن هذا الإسلام يريد الستر على المسلمين وحفظ أعراضهم وقطع الألسنة التي تلوك أعراض المسلمين. نعم. وذلك أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين، إقرار أو بينة. واختلفوا في الحبل، إذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد هل يثبت بذلك الزنا أو لا؟ على قولين، القول الأول أنه يثبت إذا لم يكن هناك شبه، والقول الثاني أنه لا يثبت لأن الحبل يحتمل أنها حملت من شبهة أو من تلقح بماء، فما دام فيه شبهة فلا يقام عليها الحد. نعم. فإن اعترفت ولم يقل أربع مرات، ولكن واقع قصة ماعز والغامدية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعترافهما مرة واحدة بل رددهما حتى أقر أربع مرات، فيحمل المطلق على في قوله فإن اعترفت على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، هذا هو الصحيح. نعم. وفي حديث الثهنية أنه رجبها وإنما اعترفت مرة، الثابت أنها ترددت على النبي صلى الله عليه وسلم وكررت طلب إقامة الحد عليها وقالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزة، فهذا دليل على أنها كررت المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه حق فأشبه سائر الحقوق، حق لكن حق مبني على الستر، ما هو مثل سائر الحقوق، ليس كسائر الحقوق،
بل هو حق خاص مبني على الستر والدرء للشبهات. نعم. ولنا ما رواه ابو هريره رضي الله عنه قال هذا الرد عليهم. نعم. حتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى زنى ذلك اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصن؟ قال أحسن. أحسن. فقال فهل أحصن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجوه. متفق عليه. ولو وجد الحد بالمرة لم يعرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله سبحانه. نعم. نعيم. نعيم ابن هزال. هزال. ابن هزال حديثه وفيه حتى قالها أربع مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة. رواه أبو داود. وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة. وقد روى أبو موسى الأسلمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرت أربعا قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره فكان بمنزلة قوله لأنه لا يتم على القضاء. ولأن أبا بكر قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لما تجاسر على قوله بين يديه. أبو بكر رضي الله عنه قال للرجل يريد منه أن ينصرف لما أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر أن ينصرف فقال له إن أقررت أربع مرات رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولم ينكر عليه لم ينكر على أبي بكر بل أقر على أن الإقرار أربع مرات يوجب الرجم. نعم. فأما حديثهم فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذي ثبت به كان أربعا فإن اعترفت يراد به أربع مرات لأن الاعتراف المعروف أربع مرات. نعم. فيحمل المطلق على المقيد. نعم. مسألة ويعتبر أن يصدق بحقيقة الزنا هذا في الإقرار. نعم. لتزول الشبهة لأن الزنا يعبر عما لا يوجب الحد. نعم. الزنا يطلق على النظر العين تزني وزناها النظر ويطلق الزنا على فعل الفاحشة فهو يطلق على الفاحشة وعلى غيرها فلأجل إزالة هذا الاحتمال يطلب منه التصريح بالحقيقة. نعم. لأن الزنا يعبر به أما لا يوجب الحد وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك لعلك قبلت أو ظلمت أو نظرت قال لا قال أفنيتها لا يفني قال نعم عند ذلك أمر برجله رواه البخاري. رسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست يريد أن يدفع الاحتمالات كلها يعني قد يكون ماعز يظن أن الزنا هو كل محرم من المرأة من اللمس والنظر هذا يطلق في اللغة على الزنا. نعم. يسمى العين تزني وزناها النظر والسمع يزني واليد تزني وزناها اللمس والفرج يصدق ذلك
أو يكذبه. فالزنا الحقيقي هو زنا الفرج، وأما زنا بقية الجوارح هذا محرم ولكن لا يوجب الحد. نعم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن اشتهى قال نعم، قال حتى قال لذلك بذلك منها قال نعم، قال كما يغيب الوزن في الوزن المسحلة. رمزت لعلك لمست، يريد أن يدفع الاحتمالات كلها، قد يكون ماعز يظن أن الزنا هو كل محرم من المرأة من اللمس والنظر، هذا يطلق في اللغة على الزنا. نعم، يسمى العين تزني وزناها النظر، والسمع يزني، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالزنا الحقيقي هو زنا الفرج، وأما زنا بقية الجوارح هذا محرم ولكن لا يوجب الحد. نعم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن اشتهى قال نعم، قال حتى قال ذلك بذلك منها قال نعم، قال كما يغيب الوزن في الوزن المسحلة والرشاء في البرج قال نعم، قال هل تدري مسجدا قال نعم، أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رفع الاحتمالات كلها التي لا يبقى معها إلا حقيقة الزنا، وهو الزنا في الفرج. نعم. مسألة: قد سبق أن الزنا إنما يدخل بأحد شيئين، إقرار وبينة، وقد مر الإقرار، وأما البينة فشهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا. أربعة رجال، هذا شرط أن يكونوا رجالا، فلا تقبل فيه شهادة النساء. الشرط الثاني أن يكونوا أحرارا، فلا تقبل فيه شهادة الأرقة. الشرط الثالث أن يكونوا عدولا، فلا تقبل فيه شهادة الفساق. الشرط الرابع أن يصفوا الزنا، فلا يكفي أنهم يقولون زنا أو فعل الفاحشة، لا بد أن يصفوا الزنا مثل ما وصفه المقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس أن يأتوا في مجلس واحد. الشرط السادس أن يتفقوا على زنا واحد. نعم. فيعتبر بشروط الزنا المرور الأول أن يكونوا أربعة، وهذا الإجماع لقوله سبحانه. السابع أن يكونوا أربعة رجال، فإن نقصوا صاروا ثلاثة رجال لم يثبت الحد، ويحدون حد القذف، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. نعم. أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لقوله سبحانه: لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء، وقال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة رجال منكم من المسلمين لا من الكفار. نعم. الشرط الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، أن يكونوا رجالا كلهم، فلا يكون معهم نساء أو صبيان، ما يكون معهم نساء أو صبيان لم يبلغوا الحلم. نعم. فلا تقبل فيه شهادة النساء لأن في شهادتهن شبهة. نعم. والحلول تدرى بالشبهات. نعم. الثالث الحرية، فلا تقبل فيه شهادة عدي. نعم. لا نعلم في ذلك خلافا إلا عن أبي شوقة، فإن شهادته عنده مقبولة، ولنا أنه مختلف في قبول شهادتهم في جميع الحقوق، فيكون ذلك شبهة في جر ما يدرك بالشبهات. الرابع أن يكونوا عدولا ولا خلاف في اشتراطها، فإن العدالة مشترط في سائر الشهادات،
وهنا نريد الاختيار لولا ويكون مسلمين ولا نعلم بهذا خلافا. فلو شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه لنا بمسلمة فعليكم الحد ولا حد على المحدود عليه. لا يقبلون على المسلمة وإنما يقبلون على مثلهم. نعم. الخامس أن يصف الزنا فيقول قائلا ذكره من فردها كالبروة في المكحلة والرشا في الرب لما روي في قصة ماعز لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب البروة في المكحلة والرشا في الرب. قال نعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى ولأنه إذا لم يخف الزنا احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد فاعتبر كشفه. وبمقتضى هذا لا تقبل شهادة العميان لا بد أن يكونوا مبصرين حتى يصفوا الزنا. أما الأعمى فإنه لا يستطيع الوصف. نعم. مسألة ويجدون في مجلس واحد لا بد أن يأتي الأربعة في مجلس القاضي قبل أن ينتهي المجلس فإن انتهى ولم يتكاملوا بطلت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف. نعم. ويجدون في مجلس واحد وهو شرط سادس في الشهود أن يأتي الحاكم في مجلس واحد وإذا جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم فعليهم الحد. حد القذف. نعم. وقيل لا يشترط لقوله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولم يأتوا المجلس ولأن كل شهادة مقبولة. وقيل هذا حكاية تضعيف لهذا القول الصواب أنه لا بد أن يكونوا في مجلس واحد. نعم. وقيل لا يشترط لقوله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولم يدخل المجلس. الآية مجملة تبينها السنة. نعم. ولأن كل شهادة مقبولة إذا اتفقت تقبل وإن اشترطت في مجالس كسائر الشهادات. ولنا أن عمر رضي الله عنه شهد عنده أبو بكر ونافع وشد بن معبد على المغيرة بالزنا ولم يشهد زياد فحد الثلاثة. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجوز أن يحدهم بجواز أن يكملوا بغائه في مجلس آخر. هذا عمر رضي الله عنه لما لم يشهد الرابع أمر بحد الثلاثة حد القذف دل على أنهم لا بد لأنه لو كان ما يشترط المجلس الواحد لأمكنه من يقولوا نجيب واحد غير زياد وراحوا ودوروا واحد فهو لم يمكنهم من ذلك دل على أنه يشترط اتحاد المجلس وهذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ولأنه لو شهد الثلاثة فحدهم ثم جاء الرابع فشهد لم تقبل شهادته فلو اشتراط المجلس لكمل شهادتهم به ويفارق هذا سائر الشهادات. وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروط ولهذا الآية مجملة لم تتعرض للشروط الشروط تؤخذ من أدلة أخرى. نعم. وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروط ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا. نعم. مسألة ويشترط أن يتفقوا على الشهادة بإذن واحد فلو شهد اثنان أنه زنا بها في هذا البيت واثنان أنه زنا بها في بيت آخر أو شهد اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد به صاحبهما فاختلفوا في اليوم بل جميع قذف وعليهم الحد لأنهم لم تكمل شهادة أربعة على فعل واحد فوجب عليهم الحد كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. نعم. وحكي عن الإمام أحمد
رواية ثانية أنه يجب عليه الحد على المشهود عليه لأن الشهادة قد كملت عليه وهو خيار باقي بشر. قال أبو الخطاب ظاهر هذه الرواية أنه لا يعتبر تمام الشهادة على فعل واحد. قال القاضي أبو بكر لو شهد اثنان أنه زنى بها بيضاء وشهد اثنان أنه زنى بها سوداء فهم خلفا. وهذا ينطبق عليه قوله ولو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من هذا البيت وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية أخرى منه. اختلافهم في مكان الزنا دليل على عدم تثبتهم، فلذلك لا تعتبر شهادة، أنهم لو كانوا متثبتين لاتفقوا. نعم. وهذا يدور عليه قوله ولو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من هذا البيت وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية أخرى منه، فإن كانت الزاويتان متباعدتين بحيث لا يمكن أن يوجد الفعل الواحد فيهما فالقول فيهما كالقول فيما إذا اختلفا في البيتين، وإن كانتا متقاربتين كونت شهادتهم وحد المشهود عليه. وقال الشافعي لا حد عليه بأن شهادته لم تكمل فأشبه ما لو اختلفا في البيتين. ولنا أنه أكمل صدق الشهود عليه. اللي بعده المناقشات هذه ما باب حد القلب. نعم. انتهى حد الزنا، انتقل إلى الحد الثاني وهو حد القذف، والقذف في اللغة هو الرمي، والمراد به هنا الرمي بفعل الفاحشة من زنا أو لواط، بأن يقول إن فلانا زنى أو فلان زاني أو فلان فعل اللواط، هذا يعتبر قذفا ورميا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وذلك لأجل صيانة أعراض المسلمين من القدح فيها وإشاعة الفاحشة بين المسلمين، لذلك شرع حد القذف من أجل أن يسكت الذي ليس عنده تثبيت على الزنا. نعم. ونظر محصنا بالزنا أو شهدته عليه. المحصن العفيف، المراد بالمحصن هنا العفيف، لأن الإحصان يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به العفة، ويطلق ويراد به التزويج. نعم. والمراد هنا العفة، الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات. نعم. ومن ظن محصنا بالزنا أو شهد به عليه فلم تكمل الشهادة عليه، شرد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. حد القذف حق للمقذوف، حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه عنه. نعم. أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن، وذلك لقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والمحصن من وجدت فيه خمس شرائط: أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا عفيفا. نعم. المحصن هو المسلم، يخرج الكافر، الحر يخرج الرقيق، المحصن العفيف يخرج الفاسق الذي يعرف عنه الفسق. فإن قذف واحد، وكذلك البالغ يكون المقذوف بالغا، فإن كان المقذوف صغيرا فلا حد،
وكذلك يكون المقذوف عاقلا فإن كان مجنونا فلا حد. وفي كل هذه الأحوال يعزر، يعزر المتكلم يعزر. نعم، إذا سقط عنه الحد لفقدان شرط من هذه الشروط فإنه يعزر من أجل كف لسانه. نعم. وهذا إجماع، وبه يقول جملة العلماء قبيحا وحديثا سوى ما روينا عن داود أنه أوجب الحد على طارق العبد. وعن ابن المسيب وابن أبي ليلى قال إذا قذف ذمية لها غير مسلم يحد والأول أولى، لأن من لم يحد طارقه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد كالمجنون. نعم. وروي عن الإمام أحمد اشتراط البلوغ روايتان إحداهما بالسرق لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل، ولأن دين الصبي لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف كزنا المجنون. وثانيا لا يشترط لأنه حر بالغ عاقل حفيظ يتعين بهذا القول. حر بالغ الكلام في الصبي الآن. نعم. والثانية لا يشترط لأنه حر بالغ عاقل. الكلام في من؟ في من؟ اشتراط البلوغ. كيف يقول لأنه حر بالغ؟ الكلام في غير البالغ. نعم. يتعين بهذا القول الممكن صدقه أشبه الكبير، فعلى هذا لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله، وأدناه أن يكون الغلام ابن 10 سنين والجارية 9. يعني يمكن، يمكن منه الوطء. إذا كان لا يمكن منه الوطء فإنه لا لا قذف له. نعم. مسألة، وإذا لم تكمل الشهادة عليه بالزنا فعلى القاضي والشهود الحد. هذا كما سبق، الشهود الذين لم يتكاملوا كما سبق في باب الزنا يقام عليهم الحد، لأن الله جل وعلا يقول ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ولأن عمر جلد الثلاثة. عمر جلد الثلاثة. نعم. في قوله سبحانه والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، ولأنه إجماع الصحابة فإن عمر جلد أبا بكر وأصحابه حين لم يأتوا للغاضب بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، ولأنه قام بالزنا لم يأتي بأربعة شهود فيجب عليه الحد كما لو لم يأتي بأحد. مسألة، وإنما يجب الحد على الطالب إذا طالب المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه. مسألة، لو سكت المقذوف ولم يطالب فإنه لا حد، لا يجب الحد. نعم. مسألة، والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف العفيف عن الزنا وقد سبق. مسألة، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نعم. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، نص أحمد رحمه الله على من قذف الملاعنة وهو قول ابن عمر وابن عباس والجمهور. نعم. إذا رمى امرأته بالزنا ولم يكن له شهود تشهدون فإن الله جل وعلا جعل الملاعنة تقوم مقام الشهود، لأن يشهد بالله 4 شهادات أن امرأته فلانة زنت، والخامسة أن غضب، أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم هي تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين على ما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان فإنه لا حد لا على الرجل ولا على المرأة ويفرق بينهم. فمن جاء بعد ذلك وقذف الملاعنة وجب عليه إقامة الحد، ولا يقال إن هذه سبق أنه حصل كذا وكذا ولاعنت، يقول لأنها دفعت عن نفسها باللعان
لا يجوز لأحد أن ينتهك حرمتها. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مولاينا أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. رواه أبو داود. ولأن حصانتها لم تسبق باللعان ولا يجوز الزنا به ولذلك لا يلزمها به حد. وكذا من طلق ابنها فقال هو من الذي رميت به فأما أن قال ليس هو ابن فلان وأراد أنه منفي عنه شرعا فلا حد عليه لأنه صادق. مسألة. إن كان قوله ليس هو ابن فلان إن كان مراده إنه نفاه القاضي عنه بموجب اللعان هذا صحيح، وإن كان مراد بقوله ليس ولد فلان أنها زانية فهذا يحد. نعم. مسألة. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا ضاله أو واحد منهم. إذا قذف جماعة يمكن منهم الزنا فعليه حد واحد للجميع، إذا طالبوا جميعا يقام عليهم الحد 80 جلدة، وإن لم يطالبوا جميعا بل طالب بعضهم فقط لم يقام عليه حد لأن الحد لا يتبعض. أما إذا كان الجماعة الذين قذفهم لا يمكن تواطؤهم على الزنا لكثرتهم أو قذف أهل بلد أو أهل قرية فإن هذا دليل على كذبه، دليل على كذبه، لا يمكن أن يتواطأ أهل بلد على الزنا أو أهل قرية على الزنا أو جماعة كثيرون يتواطؤون على الزنا فكذبه ظاهر في هذا فلا يقام عليه حد القذف لوجود كذبه وكل يعلم أنه كاذب لكن يعزر عن الكلام الفاحش البذيء. نعم. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا فهو واحد منهم. قال ابن المنذر لكل واحد حد وعن أحمد مثله لأنه قذف كل واحد منهم. إذا قذفهم بكلمات كل واحد قال فلان زاني وفلان زاني وفلان زاني لا شك كل واحد له حد مستقل، أما إذا قذفهم بكلمة واحدة قال هم زنوا أو هم زنات فهذا ليس عليه إلا حد واحد لأنها كلمة واحدة فلا توجب عدة حدود. نعم. قال ابن المنذر لكل واحد حد وعن أحمد مثله لأنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد. نعم. فلزمه له حد جامد كما لو قذفهم بكلمات. وبدا قول الله سبحانه والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولم يفرق بين قذفهم واحدة أو جماعة. ولأن الذي شهد على المغيرة قذفوه بالمرأة فلم يأخذهما إلا حدا واحدا. لأنهم قذفوه بامرأة يعني باثنين فلم يوجب لكل واحد حد قذف بل جلدهم عن الاثنين حدا واحدا وهم جماعة اثنان. نعم. ولأنه قذف واحد فلم يجد إلا حد واحد كما لو قذف واحدا. نعم. ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة عن المردود بقذفه. المعرة يعني العار. نعم. وبحد واحد يظهر كذب هذا الظاهر وتزول المعاقة فوجد عنه التثابت بخلاف ما إذا قذف كل واحد بكلمة فإن ظهور كذبه في قذف واحد لا يزيد المعاقة عن الآخر ولا يتحقق كذبه فيه. مسألة. وإذا قالوا الواحد منهم وقد سبق في قذف واحد وإن طلب واحد منهم فله إقامة الحد على قاذفه لأنه مقذوف لم يشهد عليه أربعة فوجب الحد على قاذفه كما لو أقر بالقذف وطلب حقه. يعني إن إذا طالبوا جميعا وجب لهم حد واحد
وإذا طالب واحد منهم وجب له حد أيضا. فعلى كل حال صار يقام عليه الحد سواء طالبوا جميعا أو طالب بعضهم، لأنه حق ثبت لمجموعهم وهو حق لكل واحد منهم، فمن طالب بحقه مكن منه. نعم. وإن هذا بعضهم لم حق غيره، إذا عفى بعض الجماعة المخلوفين سقط حقه هو فقط وبقي حق الآخرين. نعم. كما لو له جماعة عمدا وعفى عن بعضهم وعفي عن بعضهم لا يسقط حق الباقين، فكذلك ها هنا. نعم. انتهى حد القذف. حد الثالث حد المسكر، وهو الخمر. المسكر هو الخمر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حرم الله الخمر وسماه رجسا وأمر باجتنابه وبين مفاسده، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من شربه صيانة للعقول حفظا للعقول وحفظا للمجتمع من عبث العابثين. فالحكمة في حد الخمر هي صيانة العقول وحفظ العقول وحفظ المجتمع من عبث العابثين. والخمر كل ما أسكر، كل ما أسكر من أي مادة فإنه يسمى خمرا، قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولا يتعين أن يكون الخمر من عصير العنب فقط كما تقوله الحنفية، بل الخمر كل ما أسكر من أي مادة، من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من أي مادة تغطي العقل، فإنه يسمى خمرا، يسمى خمرا حقيقة وحكما. فيقام على من شربه مختارا عالما، مختارا يخرج المكره إذا أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، عالما أن كثيره يسكر. أما لو شرب بحسب عصير فلا درى أنه يسكر، فهذا لا حد عليه لأنه لم يتعمد، أنه لم يتعمد شرب الخمر، إنما شرب يظن أنه شراب مباح لكن تبين أنه مسكر. نعم. وحد الخمر حق لله جل وعلا، حق لله تجب إقامته، تجب إقامته على من شربه. ويثبت حد الخمر بالشهادة أو بالإقرار أو بوجود رائحته فيه. نعم. ومن شرب مسكرا قال له قل أو كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا فرق بين قليل الخمر وكثيره، فإذا شربه ولو كان قليلا فإنه يجب عليه حد المسكر. نعم. مختارا يخرج المكره. نعم. أما لو شربه وهو لا يدري أنه مسكر فلا حد عليه. نعم. حد الخمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40، نحو من 40.
فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه كثر شرب الخمر بحكم اتساع المملكة الإسلامية، كثر شرب الخمر في الأمصار ولم يردعهم حد الأربعين، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة من المهاجرين والأنصار استشارهم فأشاروا عليه أن يردع، قالوا لأنه إذا شرب هدأ، إذا شربه سكر، وإذا سكر هدأ، وإذا هدأ افترى يعني قذف، فنرى أن تجده حد القذف بانين جنب. فأخذ عمر رضي الله عنه برأيهم وجلد في الخمر 80 جلدة، وأجمع الصحابة على ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالعلماء اختلفوا في حد الخمر على قول على 3 أقوال. قول الأول أنه 40 فقط، أنه 40 جلدة، لأن هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه 80 جلدة، لأن هذا هو الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر رضي الله عنه. القول الثالث أن الحد 40، والزيادة على 40 من باب التعزير، يفعلها الإمام إذا احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليها فإنها تترك. إن كفت 40 اكتفي بها، وإن لم تكفي فإن الإمام يزيد إلى 80، ويكون هذا من باب التعزير. لكن العمل على القول الثاني أنه 80 جلدة، لأنه الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر وبمشورة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. في هذه المسألة أصول الأول، ولهذا لما أمر عثمان أو عمر أمر علي رضي الله عنه أن يقيم الحد على سكران، لما جلده 40 قال للجلاد أمسك، ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، والكل سنة. قال والكل سنة، فدل على أن فعل عمر رضي الله عنه يعتبر سنة. نعم. يعني مسألة أصول، أنا أن كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، هذا ما فيه إشكال، بالإجماع، إجماع المسلمين أن المسكر حرام، لم يقل أحد بإباحته، إنما خلاف بين الحنفية والجمهور في التسمية فقط. الجمهور يقول أنه خمر الحقيقة، والحنفية يقول أنه خمر مجازا، والنتيجة واحدة، ما في ذلك، ما في ثمرة للخلاف. نعم. ولا هم مجمعون على أن المسكر حرام من أي مادة. نعم. أن كل مسكر حرام. نعم. وهو خمر حكمه حكم عصيب. وهو خمر، هذا هو الصحيح. فقوله حرام هذا بالإجماع، وقوله هو خمر هذا محل الخلاف، والصحيح أنه خمر حقيقة وحكما. نعم. فهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحليله، يعني ما هو خاص، حقيقة الخمر ليست خاصة بعصير العنب، بل تتناول كل مسكر، لأن الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ من العنب ومن التمر، ومن خصوصا خمر المدينة تتخذ من التمر ومن الشعير. فالخمر هو كل ما أسكر سواء من العنب أو من غيره، لكن الجمهور يقولون أنه خمر حقيقة في غير العنب، في العنب وغيره. الحنفية يقولون أنه في العنب حقيقة وفي غيره مجاز، وهو مقيس على عصير العنب من باب القياس.
والنتيجة واحدة، ما في ثمرة في الخلاف. نعم. كل مسكر خمون، هذا دليل الجمهور، ولم يقيده بعصير العلم. كل مسكر أي من أي مادة، ما هو خمر حقيقة وحكما. نعم. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره وقليله حرام. ما أسكر كثيره، هذا عام في من أي نوع كان، فقليله حرام ولو لم يسكر، قليله حرام ولو لم يسكر. نعم. قال عمر بن داود والأكرم وغيرهما، وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من الجنن والخمر والأسهل والحنطة والشعير. هذا من أدلة الجمهور، قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من التمر ومن العنب ومن الحنطة ومن الشعير، فدل على أن الخمر كل ما أسكر من أي مادة كان. نعم. سميت خمرا لأنها تغطي العقل، والخمار هو الغطاء، ومنه خمار المرأة، خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، فسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. نعم. ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب. نعم. وقال الإمام أحمد ليس له صديق مسكر حديث صحيح. قال ابن منذر جاء أهل الكوفة بأحاديث معدودة، وأما حديث ابن عباس حرم الخمر بعينها والمسكر من كل شرار فهو عندهم وهو موقوف عليه، مع أنه يحتمل أنه أراد المسكر من كل شرار. فإنه يروي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام. الفصل الثاني. النقاش هذا بين علماء الكوفة والجمهور لا طائل تحته، المهم أن الخمر حرام وأنها توجب الحد، هذا هو المهم. أما النقاش في تسمية هل هي خمر حقيقة ولغة أو هي خمر بالقياس والمجاز، هذا شيء لا طائل تحته. نعم. الفصل الثاني أن الحد يجب على من شرب قليلا من المسكر والكثير. نعم. أن الحد يجب على من شرب قليلا من المسكر والكثير. من شرب الخمر وجب عليه الحد، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء سكر به أو لم يسكر، يقام عليه الحد. نعم. ولا أحد بينهم خلاف في ذلك. نعم. أن الحد يجب على من شرب قليلا من المسكر والكثير، ولا أحد بينهم خلاف في ذلك. وفي عصير العنب غير مقبول، واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وخمر المسكر. دعنا من هذا، هذا نقاش ما تحت الطائرة. نعم. الفصل الثالث. نعم. أن يشرب من إدرارها مختارا بشربها، فإن شربها مطرها فلا حد عليه. لو أجبر على شرب الخمر وسكر أو لم يسكر، المهم أنه شربها مكرها فلا حد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا من رحمة الله، رحمة الله لعباده، لأن المكره ليس له فعل، ليس له فعل، وإنما هو مجبر، ولا يسند الفعل إليه، وإنما يسند الفعل إلى من أكرهه. نعم. الفصل الرابع.
أن الأسعاب إنما يبدو من شركها عالما أن كثيرها يسكر، فأما غيره فلا حد عليه. إذا كان لا يعلم أنها خمر فلا حد عليه، لأنه يعذر بالجهل ولم يتعمد. نعم. لأنه غير عالم ولا قابل بالتجارة المعصية، أشبه من وضع امرأة يرونها يرونها مرتدة. وثبت أن عمر رضي الله عنه قال: لا حد إلا على من علم. وبه قال على من هو أهل العلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود للشبهات. نعم. الفصل الخامس: أن حد شارب الخمر أربعون، واختيار أبي بكر. وعنه أن حده يا أبي بكر من أصحاب أحمد، ما هو أبو بكر الصديق، بكر من أصحاب أحمد. نعم. وعنه أن حده تمام لإجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال أبو عثمان: اجعله كأخاف الحلول. فضرب عمر 80. وروي أن علي بن قال في المحجورة: إنه إذا سكر خدر وإذا هدى سرى، فحده حجة كريم. روى ذلك الجوزجاني والدار قطني وغيرهما وغيرهما. ودليل الرواية الأولى أن عليا جلد الوليد بن عقبة 40، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة وهذا أحب إليه. كل سنة وهذا أحب إليه، يعني 40. نعم. لكنه شاهد أن فعل عمر سنة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال: أبو بكر أربعون، وعمر 80، وكل سنة وهذا أحب إليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال: أبو بكر أربعون، وعمر 80، وكل سنة وهذا أحب. وصنع به مثل ذلك، ثم اعطي به عمر كاستشار الناس في الحد. فقال ابن عوف: فقال من حدود تماما. فقال به عمر: متفق عليه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اولى من فعل غيره، ولا يحمل الاجماع على حين من خالفه فيه ابو بكر وعلي، فتحمل زياده عمر على انها تعزيز ويجوز خلافه. هذا القول الثالث، هذا القول الثالث، أن 40 هي الحد، وما زاد عنها فهو تعزير يفعل عند الحاجة. نعم. ويجوز فعلها إذا رأى فيه إمام مسألة، يعني يكون الحد الذي لا بد منه 40، وما زاد عليها فهذا راجع إلى اجتهاد الإمام. نعم. مسألة. نعم. سواء كان من حصيل بينهم أو غيره، روي ذلك عن اسحاق من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله رجع الى هذا المساله. نعم. مساله: ومن ادى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عهد جردان. بقي ما عم الان وطم في العالم، وهو والعياذ بالله المخدرات. المخدرات اشد من الخمر، لأنها تقضي على الجسم وتقضي على العقل، تقضي على الحياة، ويصبح متعاطيها لا هو إنسان ولا هو حيوان والعياذ بالله. فالمخدرات بلاء خطير جدا، فلذلك الذي يروجها ويجلبها يجب قتله. قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فيجب قتله لأنه من المفسدين في الأرض، منعا لشره عن المسلمين. وأما الذي تعاطاها وأثرت فيه فهذا يعالج ويمنع منها، ويعالج في المصحات ويمنع منها ويعذر حتى يتوب إلى الله عز وجل. لكن قل من تعود له حالته وصحته وحياته، بل يؤول به ذلك إلى الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله.
كذلك الذي يقيم مصانع الخمر في بلاد المسلمين هذا مثل الذي يروج المخدرات، يجب قتله، يجب قتله لأنه من المفسدين في الأرض. أما الذي يشربها فإنه يقام عليه الحد كما سبق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الجريمة زنا من أربعين مسجلة بأشرطة الفيديو أو بحول التصوير الآلي، فهل تكفي عن إقرار المتهم وعن الشهود؟ لا يجوز هذا، لا يجوز تسجيلها ولا يجوز ترويجها، والواجب إتلاف هذه الأشرطة لأنها تشيع الفاحشة بين المسلمين، ويدخلها الكذب أيضا، هذه الأشرطة تدخلها الكذب كثيرا، والدبلجة يسمونها الدبلجة، فهي ليست موثوقة، الواجب إتلافها والقضاء عليها وتأديب من يروجها، ولا يجوز العمل بها أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا كان شهود جاهلين لأحكام الشهادة، فشهد شخصان ظنا منهما أنهما ستقبل شهادتهما، فهل يجب عليهما حد القذف؟ نعم، يجب عليهما حد القذف، لأنه ما يجوز لهم يشهدون إلا بعد ما يسألون أهل العلم، يشاورون أهل العلم، هذه مسألة خطيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله في الحديث المرود والرشا؟ معروف، مرود هو مرود الكحل اللي هو الميل الذي تكحل به العين، والرشا معروف، والمراد من ذلك تغييب ذكر الزاني في فرج المزني بها، باب التشبيه ونفي الاحتمالات. نعم. هذا من رحمة الله وستره على عباده، أنه لا يجوز تلطيخ الأعراض إلا بشيء ليس فيه احتمال أبدا، شيء حقيقي ما فيه احتمال ولا شبهة، لأجل أن يكف الناس ألسنتهم عن الدخول في هذه الأمور إلا عن تأكد وعن يقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين القاتل وبين الشاهد على الزنا في إقامة الحد؟ نعم، ما هو الفرق بين القاتل وبين الشاهد على الزنا؟ الشاهد إذا لم يتكامل النصاب فهو قادح، الشاهد إذا لم يتكامل النصاب فهو قادح، يجب عليه إقامة الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القواعد الذي يسر المكان للسنان او يسر لهم النساء او الرجال؟ هذا اذا ثبت عليه انه يقيم دور للدعاره يجب قتله، اذا ثبت عليه انه يقيم دورا للدعاره في بلاد المسلمين يجب قتله، لانه من المفسدين في الارض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا ثبت حد الزنا عند الامام إذا ثبت بالشهود فلا بد من إقامته، ولو تاب الزاني توبته فيما بينه وبين الله، لكن لا يسقط عنه الحد. أما إذا ثبت بالإقرار بإقراره هو ثم تراجع عن إقراره يقبل رجوعه، أما التوبة فلا تسقط الحد، بل التوبة مقبولة عند الله فيما بين العبد وبين ربه، لكن الحدود التي رتبها الله على الجرائم وثبتت لا بد من إقامتها. نعم. فلا شك أن ماعز رضي الله عنه جاء تائبا، حملته التوبة، جاء تائبا، والغامدية جاءت تائبة، ولم يسقط ذلك الحد عنهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت أو ضمنت أو لغط، هل يستدل به على لفظ الحد
الزنا فقط يدل على أن الحد لا يجب إلا بحقيقة الزنا، وأن ما دون حقيقة الزنا من المحرمات يعتبر معصية يعزر عليها، عزر عليها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا كان القاذف صغيرا أو رفيقا أو كافرا يقام عليه الحد؟ يعزر، لا يقام عليه الحد لتخلف الشرط، لكن يعزر من أجل كف لسانه. نعم. إلا إذا شهد الكفار على كافر مثلهم يقام الحد عليه، نعم، لكن لا يقبلون على المسلم. نعم. قيل للشيخ وفقكم الله، ما حكم شرب بعض أنواع العصيرات في وقتنا الحاضر كالبيرة أو شراب الشعير لأنه مكتوب عليها خالية من الكحول؟ الأصل السلامة والحل، الحمد لله، الأصل السلامة والإباحة، إلا إذا ثبت أن هذه المشروبات تشتمل على كحول فإنها تحرم. إذا ثبت هذا مجرد الاحتمالات أو الشائعات لا تحرم الحلال. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، في إقامة عمر رضي الله عنه الحد على أبي بكر تبع أصحابه إنما رموا المغيرة بالزنا ولم تكتمل شهادتهم فأقام عليهم الحد، ولكن لم يذكر في الحديث أن المغيرة أطال في إقامته، فهل حد القذف طامع في الإيمان ولو لم يطالب به؟ المغيرة هم طالب من هذا، المغيرة هم طالب من هذا، وطالب من عمر إقامة الحد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأولى في حق من شهدوا على رجل بالزنا السفر عليه ثم أيضا قذف صحابة رسول الله؟ صعب، ما هم مثل غيرهم، فيجب احترام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم، فهذا من باب الرجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأولى في حق من شهدوا على رجل بالزنا السفر عليه أم رفع أمره للجهات المسؤولة؟ إذا كان هذا الزاني يتوب إلى الله عز وجل يرجى منه أن يتوب وأن تصلح حاله يستر عليه، أما إذا كان مجاهراً واليوم يهجم على فلانه وبكرة على فلانه ومجاهر بفعل الفواحش يجب رفع أمره إلى ولي الأمر والشهادة عليه من أجل القضاء على هذه الجريمة. نعم. رضي الله الشيخ إذا كان الزاني والزانية دون البلوغ فما حكمهما؟ عزر، الذي دون البلوغ يعزر تعزير حتى، لأن هذا من باب التربية، فيعزران تعزيرا بليغا حتى يكف عنه ولا يتعود على هذا الشيء من الصغر. هذه التربية، لا بد من التربية الصحيحة، وهذا يجب على الآباء، يجب على الآباء أنهم يربون أولادهم ويضربونهم على المخالفات ويتابعونهم، هم يضيعونهم ويتركونهم، ينشأون على عدم المبالاة وعلى الشر وعلى. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما هي الحكمة من حضور الشهود في مجلس واحد؟ ثم من الذي يطالب الشهود بالشهادة، هل هو الحاكم أم غيره؟ الشهود يطالبهم القاضي الذي حضروا عنده للشهادة، يسألهم بما تشهد يا فلان، بما تشهد يا ولي، يسألهم أو يسكت حتى يشهدوا، حتى يشهدوا عنده. والحكمة من كونهم لابد يتكاملون في مجلس واحد الستر، الستر على المسلمين، تضييق هذه الدائرة، تضييق هذه الدائرة حتى لا تشيع الفاحشة الذين آمنوا. نعم. الله يسمع من كل شاهد أمام الباقين، ها؟ يسمع شهادة كل واحد أمام الباقين، أمام الباقين، نعم، ما يفرقهم إلا عند الاشتباه، إذا اشتبه فيهم يفرقهم، لأجل إذا اختلفوا عرف أنهم كذبوا. نعم. قيل الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو أنكر الزاني شهادة الشهود؟ نعم. ما
ما له دخل الشهود إذا شهدوا عليه وما له دخل ولو أنكر. وما ما طلبنا الشهود إلا لأنه ممكن هو. نعم. فإذا شهدوا عليه ما ولو أنكر وقام عليه الحد. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ما حكم من قذف مجتمعا عن الزنا؟ كان يقول في كتاب إن المجتمع المدني كان مجتمعا كالرعيه الزنا والقدور. المدني وش المدني؟ فاضلا ويذكر قصصا واشاعات يؤيد بها قوله. نعم، هذا فحش في القول، هذا فحش في القول وتزيد في الكلام وإشاعة للفاحشة، لا يجوز مثل هذا الكلام ورمي الناس عموما. الناس والحمد لله المسلمون لا يزال فيهم الخير، ولو كثر الشر فإن الخير موجود ولله الحمد. لا يجوز رمي الناس بما ليس فيهم. وهذا الذي يكتب هذه الكتابات هذا متجري على حرمات المسلمين، فيجب على ولي الأمر أن يوقفه عند حده وأن يحاكم على هذا الكلام. نعم، لأن هذا يفرح الكفار، هذا يفرح الكفار. فيه ناس يتباكون على الإسلام الآن ويقولون راح الإسلام، ما فيه إسلام في الوقت هذا، ويحكمون على الجميع بالكفر والضلال والعياذ بالله، من باب الغيرة، عندهم غيرة وحماس. لكن من كذا، ما يجوز هذا الكلام، لا يجوز التعميم على الناس. كل الناس هلكوا، كل الناس ضلوا، وكل الناس غابوا عن الإسلام، هذه مبالغات ما تجوز. واجب من الإنسان يعتدل في القول، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. فلا تجوز هذه المجازفات، ولو كان هذا من باب الغيرة والحماس للدين، هذا ما يجوز أبدا. يجب أن الإنسان يكتب كتابة معتدلة يحذر من الفواحش ومن المعاصي ومن الضلالات، يحذر منها ويبين عقوباتها وآثارها على الناس، لكن ما يحكم على الناس جميعا لأنهم ضلوا وأنهم هلكوا. وفي الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ما يمكن أن الناس كلهم ينحرفون، يوجد فيهم ولله الحمد يوجد طائفة على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة، دريت عنهم أو ما دريت. فلا يجوز للإنسان أنه يعمم على المسلمين هذه الأحكام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اعترف أربعة شهور إذا اعترف أربعة شهور فرقاً أنه شاهد فلان وفلان في بطن مفرد ولم يتهموه عن الزنا بل قال ذلك، فهل يعذره ولا يقتل؟ وما هذا ليس قذفاً، هذا ليس قذفا. إذا قالوا وجدنا فلان راتبة مع فلان سيارة أو وجدناه من محل، هذا ليس قذفا، وإنما هو من باب التهمة فقط، من باب التهمة. إذا صحيح أن اللي راتبة مع أجنبي أنه محل تهمة، هذا يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء يؤجرون على هذا الشيء ويؤدب هذه المرأة وهذا الرجل عن هذه الخلوة المحرمة أو هذا المكان الذي محل ريبة. هذا لابد من تفقد الناس ولابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس هذا من باب القذف، وإنما هو من إنكار المنكر. نعم. وما هو الحكم فيمن فعل شيئا دون الزنا وربط من الجهة المختصرة؟ الحكم أنه يعزر، الحكم أنه يعزر. فالذي يلامس النساء في الأسواق أو يغازلهن أو يتكلم معهن أو يضحك معهن أو يتابعهن، هذا يسعى للفساد، هذا يجب ردعه وتعزيره بما يردعه ويكفه عن هذا الشيء. نعم. وبيت الشيخ في دورها، فهل يعتبر هذا زنا يوجب الحد ما دام لم يكن لإطلاع الشهود؟ سبق هذا ان وطء المرأة في دورها وهي أجنبية منه ليست زوجة له
أن هذا زنا مثل الوطء في القبر، يوجب عليه الرجم إن كان محصنا والجلد 100 جلدة إن كان ثيبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل ومن مشرك بطريقتكم يعزر؟ يؤدب. التعزير هو التأديب، يؤدبه ولي الأمر بما يراه راجعا له من ضرب أو سجن أو طرد من البلد أو غير ذلك. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل يعد البنج المستخدم للمرأة من الخمر؟ لا، البنج هذا مخدر وليس مسكرا، هذا مخدر وليس مسكرا، وهو يعمل لأجل العلاج لمصلحة. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذنب أو المستأمن إذا زنى بمسلمة؟ نعم. ما حكم الذنب أو المستأمن إذا زنى بمسلمة؟ وكذلك إذا زنى بكافرة من دينه أو من غير دينه؟ قام عليه الحد، إذا كان محصنا يرجم، وإذا كان ذكرا فإنه يجلد 100 جلدة، لأنه يطبق عليه حكم بلاد المسلمين، القادم إلى بلاد المسلمين يطبق عليه حكم المسلمين، لأنه قادم وملتزم بهذا الشيء، يوم يدخل بلاد المسلمين هو ملتزم إنه يقام عليه ما يقام على المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعرض الله أن أولاد زنى بها وعدت ببينة من أشرطة إلى غير ذلك؟ الأشرطة ابعدوها عنا، ما يعمل بالأشرطة، فيها إشاعة للفاحشة وفيها الكذب، يدخلها الكذب والتلفيق، فلا يجوز ترويج هذه الأشرطة، بل يجب إتلافها والقضاء عليها. نعم. لا بأس، إذا كان ما يعتقد فيها فضيلة وإنما يستعملها لأجل العدد فقط مثل الحصى، هلا بأس فيها. أما إذا كان يعتقد أن فيها فضيلة هذا لا يجوز، أنها ليس فيها فضيلة، هي مثل الحصى تماما. نعم. إذا صلى المسلم صلاة التراويح كل شهر رمضان، هل يكون عدلة ليلة القدر جزءا؟ إن شاء الله، إذا قام كل ليالي رمضان فهو وافق ليلة القدر، لكن عاد يرجع هذا إلى نيته إيمانا واحتسابا، يرجع إلى نيته، لكن الذي يقوم رمضان كله هذا يحمل على الخير ويحسن به الظن ويرجى له الخير، ولا شك أنه أدرك ليلة القدر، لأن ليلة القدر هي الليلة من ليالي رمضان بلا شك. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، من الملاحظ على بعض طلاب العلم ركنه من المسجد إذا سمعوا الأذان، فما حكم ذلك؟ إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك، إذا كانوا أئمة مساجد أو لهم مواعيد يذهبون إليها تفوت عليهم ما في بأس، بشرط أنهم يصلون جماعة في مسجد آخر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.